زي ما قلنا الخماسي صعوبته في التركيبه دي، ففي رياضات بتحتاج الخبرات زي المبارزه والفروسيه، فهم مش اقل لعبتين عند احمد، او هو احمد مش قليل فيهم. هو احمد النهارده لما خد الميداليه الفضيه كان يدوبك بقالوش اكتر من اسبوعين في مرحله العمومي، مرحله الكبار. هو كان قبلها باسبوعين واخد بطوله العالم الجونيور في مصر، خد برونزيه بطوله العالم الكبار، اتاهل منها، ودي كانت ميداليه تاريخيه زي يعني يمكن اصعب من الاولمبيات، لان بطولات العالم بيشارك فيها العالم كله باكبر عدد لعيبه، الاولمبيات بيكون فيها كوتا، فالدول القويه في الخماسي بتخش باكثر حاجه 2 لاعبين، انما بطوله العالم بيخشوا باللعيبه كلها، فموضوع بطوله العالم العمومي بيكون صعب جدا. وطبعا بطوله عالم كبار اللي هي العمومي مؤهله للاولمبياد قبل الاولمبياد باسابيع كانت قاتله يعني، فكانت صراع مش سهل خالص. ربنا كرمنا بان احنا حققنا البرونزيه تاريخيه برضو. بعديها باسبوعين او اقل شارك في بطوله العالم الجونيور، جاب فيها ذهب طبعا باقتدار بفرق كبير عن المركز الثاني، لان ساعتها بقى الالعاب اللي هي فيها خبرات، هو خبرته قريبه من الناس جدا في الجونيور في المبارزه الفروسيه، كل الناس زي بعضها، وهو عنده الادفانتج في الحاجات الثانيه يعني الالعاب الرقميه. يمكن من اول مره تحصل ان انت في رياضه من الرياضات تبقى عندك الاولويه عن العالم في حاجات رقميه، مش في الحاجات اللي فيها سكيل ومهاره. فاحنا فارقين جدا الحمد لله في الحاجات الرقميه عنده، اللي هو الجري والرماية مع بعض والسباحه. فاللي حصل بقى ان احنا الفتره اللي من بعد بطوله العالم الكبار دي بدانا نشتغل كويس جدا على ارقام معينه، ان احنا لازم عشان المبارزه اللي عندنا فيها مشكله دي او فيها فارق عن الناس لازم نروح نجيب مثلا عدد لمسات معينه من 18 ل 21 لمسه، وحصل ان هو جاب 18 لمسه. كنا حاطين رقم معين في الجري، احنا رقم واحد بس كنا عايزين نتطور عشان النهارده لو حصل حاجه زي كده، وبدانا متاخرين على الميداليات ب 50 ثانيه ودي نقدر ان احنا نلم على اللعيبه اللي قدامنا، وده اللي الناس مستغرباه بقى ان هو لم من مركز 13 اللي بعد كده للميداليات يعني. فالحمد لله كل الارقام اللي احنا كنا شغالين عليها اللي احنا شايفينها تارجت عشان نجيب ميداليه واحنا بنشتغل عليها لانها بتحصل يعني. احنا بنشتغل على معدلات جري معينه في التمرين لانها بتيجي يعني، دي المعدلات اللي تؤشر بان احنا نحط الرقم ده لانها بتيجي وبتتكسر، رحنا للسباحه لانها بتيجي وبتتكسر وهكذا. فكان عندنا المؤشرات وكنا ماسكين الارقام بتاعته في الايفنتات الخمسه بايدينا بنسبه كبيره. كان الصراع الحقيقي او التحدي الاساسي في الفتره الاخيره اللي هي بعد بطوله العالم بعد التاهل كان المبارزه والفروسيه. الاثنين الحمد لله، هو مدربه في المبارزه كابتن احمد الصغير ومدربه في الفروسيه كابتن ياسر عصر، الحمد لله بالتنسيق معانا كلنا كجهاز اللي احنا كنا متوقعينه حصل الحمد لله في كل حاجه. يمكن هو عمل احسن رقم رمايه في البطوله، عمل 35 ثانيه مجموع الرمايه، ده احسن رقم، قعد لمده 6 ثواني في البطوله، هو اولمبيك ريكورد باسمه على الشاشه. بس هو احمد طبعا في الفينش بتاعه هدى بسبب ان هو كان حسن المركز الثاني خلاص، لا هيعرف يجيب الاول ولا الثالث هيجيبه، فبدا يهدي في اخر 400 متر خلاص. لو يعرف ان في رقم اولمبي ممكن يتسجل باسمه كان حط رقم اولمبي وكسره بعدد ثواني يمكن فوق الاربع ثواني. اللي حصل ان الكوري اللي جاب ثالث ده كان بيصارع على ان هو يجيب المركز الثالث، هو الكوري زميله، مين هياخد ثالث ومين رابع، مين هياخد ميداليه ومين هياخد لا، فكانوا عاملين سبرنت مش طبيعي، مش سبرنت خماسي خالص يعني. فحد منهم كسر الرقم ده يعني، الشاشه كانت رقم اولمبيك ريكورد باسم احمد الجندي، بعد 6 ثواني بعد 12 ثانيه الرقم اتكسر بفرق ثانيتين عن الرقم بتاع احمد الجندي يعني. بص هو احنا وصلنا لديب في اكتر من اتجاه، في حاجات في الجري طبعا بنسبه كبيره، في حاجات تانية اتعملت خارج الجري سواء متعلقه بالقوه او بالدراجات او غيره يعني. احنا لما بنيجي نشتغل في اي حاجه انت بتقيم الرياضي نفسه الحاجات اللي مطلوبه منه هو مستواه فين، وبناء عليها بتحدد اولوياتك. انت الجري ده كذا متغير، الجري ده التكنيك بتاع الجري، القوه العضليه اللي انت بتنتجها وانت بتزق الارض، معدل النفس اللي انت بتوصل له على السرعات اللي انت محتاجها، معدل النفس ده عالي ولا واطي، بضرب عليه رمايه كويس ولا لا وانا شغال. فهو احمد كان عنده المتغيرات دي بارقام معينه، احنا عشان نطورها هل التحدي كان في المجهود العضلي والقوه العضليه ولا هل كان التحدي في ان النفس؟ لا كان المشكله او كان الموضوع اللي لو طورناه يفرق معانا رقميا هو القوه العضليه والجزء بتاع اللي هو تخصصي بقى اكتر اللي هو البايوميكانكس. جزء الميكانيكا وجزء زمن التلامس مع الارض وازاي بيزق الارض، وان هو كان اول مرحله لازم نوصل لها ان الرقم اللي هو بيعمله يعمله هو مرتاح شويه يعني، يعمله مش بنفس المجهود او مش بنفس العبء الداخلي اللي هو واقع عليه. جينا بعديها الخطوه اللي بعديها ان احنا طورنا الرقم، احنا نزلنا من 11 25 او من 11 20 لغايه 10 32، ده رقم كبير جدا، غير ان احمد اصلا ال 11 20 دي رقم مميز يعني. اللي اتعامل معاه كان في اكتر من اتجاه، يمكن الغريب ان هو بيقول لك احجام الجري قلت واشتغلنا على حاجات تانية خارج الجري وطورته زي ما احنا كنا متوقعين. بص الفرق الاساسي زي ما كنا بنتكلم في الاول ان هي ليها انماط مختلفه خالص، ما تقدرش تقول ان انا اولويتي القوه فهشتغل على القوه فهتطور، هتطورك في حاجه وهتسيب الباقي. فالنقاش ان انت كل رياضه ليها احتياجاتها، حتى الفروسيه ليها احتياجات بدنيه يمكن دقيقه جدا لازم تتعمل، انواع اتزان معينه،
وانواع ثباتات للجذع ومنطقه الحوض كويسه جدا، وانواع حاجات متعلقه بحاجه اسمها البروبريسبتورز او المستقبلات الحسيه اللي لها علاقه بالريفلكس، رد فعلك الحركي مع الحرنات او الجنبات بتاعه الخيل او الحاجات اللي فيها رد فعل سريع. فكل رياضه منهم الصعوبه، انا بقول لك لما كانت رياضه واحده لازم تعرف احتياجاتها كويس ولازم تقيم اللاعب بناء على الرياضه دي، فما بالك بقى ده رياضي بتقيمه على مدار 5 لعبات. هي اصلا اللعبات كل واحده محتاجه حاجاتها من قبل ما تشوف اللاعب. انت لما تيجي تقول كده تحط، كنت لسه قاعد بفكر في الموضوع ان احنا نعمل بورتفوليو كامل للقدرات وكذلك الروتين تطوير البدني لكل واحده من الخمسه، ده لوحده اصلا موضوع، ما بالك بقى لما يجي لك لعيب تركبه على المنظومه دي، اولوياته ايه كالعاب من الخمسه، المشكله فين في اللعبه اللي احنا محتاجين نطورها، او ايه اللي يتعمل يطور اللعبه دي من الخمسه وما ياثرش على الباقيين التانيين بالسلب. قيس بقى على كده طريقه تفكير، وده يمكن اللي مصعب الموضوع علينا في ان احنا محتاجين نوجد الروتين الامثل لتطوير احمد في زمن معين في الخمس رياضات، منهم رياضات ليها اولويه، فاللي انت بتعمله هنا ما ينفعش ياثر على هنا والعكس. وقيس على كده اداره الحمل نفسه، انت محتاج تعمل محتوى معين ولازم يكون له علاقه ببعضه، لان الحمل لو ضرب ودي شغلتي الاساسيه يعني تبقى هنا المشكله. انت لاعب بيلعب 5 العاب يعني ريسك الاصابه عنده اعلى بكتير اضعاف الرياضات الثانيه، حتى لو رياضه عنيفه هو عنده ريسك الاصابه العضليه او اصابات الاجهاد اعلى بكتير. فانت النهارده بتتكلم على احمد الجندي جهازه الفني اعتقد معدي 9 افراد، يعني جهاز فني على طبي معدي 9 افراد، ويمكن دي حاجه اساسيه من الاتحاد موفرها اللي مسهله علينا كلنا ان احنا نقدر نتحرك ونقدر نكمل المنظومه يعني. فموضوع مركب شويه.